بمناسبة تنظيم المغرب لقمة الأطراف كوب 22، سيتم بمشاركة مع المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر للقيام بعملية على الصعيد الكناس بمشاركة كذلك مع شركة لافارج وسيم لمكناس، من خلالها سيتم القيام بعملية تحسيسية لمؤسسات تعليمية ما يفوق 19 مؤسسة تعليمية، تحسيس بالبيئة وكذلك بالإكراهات والتحديات المناخية. كما سنقوم من خلال هذه المناسبة إلى زرع ما يفوق 8000 شجرة، وسيتم الانطلاق ديالها من المعمل لافارج وسيم، وكذلك سنتم كذلك تزيين مجموع هذه المؤسسات التعليمية بمجموعة من الشجر وكذلك لتحسين جمالية هذه المدارس. بغيت نهضر على ديك كوستاريكا ولكن نخليها هي تهضر عليها، لان كاين